شاء الله ألف مبروك يا فريال خانم، هاتي وفيرو. تمشي. شاء الله ألف مبروك يا أم توفيق، والله فرحت لك من كل قلبي. الله يبارك بعمرك. لك أخ منك أخ يا فريال خانم، لو كنت قبلتي كنا عملنا لك عرس مطنطن ولا بنت 14 سنة. إيه بكرة بالمباركة نعمل لها أحلى حفلة. إيه والله. يلا يلا يا بنات غطوا على وشكم بدنا نطلع نوصلها. يلا 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 امشي توفيق. يلا 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 شو شهر وشو الله معي. صباحية مباركة بنت عمي. مباركة علي وعليك ابن عمي. شو هالدمعة؟ يسلموا ايديكي، اطيب قهوة بدوقها بحياتي فريالو. وايديك تشكل قاسي، صحة وهنا. صحي شو بدي اقول لك؟ ان شاء الله نمتي مرتاحة بالليل. يعني لولا ما شخيرك كان عالي شوي. شو هالحكي؟ هلا انا كنت عم بشخر بنومي. اي والله، وليش الكذب؟ يعني شخيرك كان وصل للأبابية؟ مو معقول مو معقول شو حكياتك زراف يا بنت عمي. لا ومالي خبر. شو بدي اقول لك تاج راسي؟ قولي. يعني انت عدم المؤاخذة، ليش قبل هلأ ما تجوزت؟ يعني بتعرفي يا بنت عمي، السفر والروحة والجاية ومشاغل الحياة، يعني كله بعدني عن اني كمل نص ديني. بعدين نصيبي ارجع لهون واتجوزك اليك. لك بنت عمي من لحمي ودمي وما بحن على العود الا شرو. بس دير بالك ابن عمي ما يقوم العود يبس. ابن عمي شو ما بدك تنام؟ لا لا روحي انت نامي، انا لسه ما نعسل. يعني بدي افهم، انت بتنعس انت؟ يا فريالو لا حين على النوم، بكره بننعس وبننام النوم الابديه. ايه فقد الشر عنك، سلامة قلبك تقبلني، ليش هيك عم تحكي؟ شو شايفك صحصحتي؟ لا انا نعسانه كثير، بس يعني ما اجى من قلبي اتركك سهران لحالك. اصيله اصيله يا بنت عمي والله. ابو كامي. احكي لي عن عمي الله يرحمه. مين عمك؟ عمي ابوك، عمي كامل الله يرحمه. ابي الله يرحمه. وشو ذكرك فيه بنص الليل؟ ما كنت بعرفه، وقت اللي كنت صغيره كان ابي الله يرحمه يحكي لي كثير عنه، وخاصه نص عن لون شعراته. لون شعراته؟ ايه، ما كان لون شعراته احمر؟ احمر؟ ايه لكان لو شعراته احمر. حري حريشك يا فريالو، مو معقول شو لفاتك حلوه. فكرت اني غلطانه وماني عم بتذكر مزبوط. لا لا مالك غلطانه، كان لو شعراته احمر. شو بدي لك فريالو؟ اعملي لي شي كاسه شاي هيك نروي عليها، اسم لنا السهره حلوه بوجودك. بتأمر تاج راسي، رح اعمل لك كاسه شاي بالقرفه والزنجبيل، بحياه عمرك ما دقت مثلها.